سادتي مساء الخير. في هذا الشهر الكريم المليء إيمان وتوبة وصفاء قلوب، نجدد السعي الدائم لإرضاء الله وإرضاء الوالدين وإرضاء السادة المشاهدين. إنصاف، مرحبا بك لحيوي. عيد ميلاد الحلقة الماضية كان بتاريخ سعيدة جدا بهذه المقدمة تكريما لروح نجيب الخطاب. ألتقي وإياكم إذن في عدد جديد من قهوة رمضان مشاهدينا. صحة شربتكم الناس الكل. نلتقي في هذا الشهر الفضيل كما قال نجيب الخطاب، شهر الصفاء، صفاء القلوب، شهر الرحمة والتراحم. كان مكان في قريب زمان، تبرا نقولوا عام 2021 وبالتحديد في سيدي رمضان، يحكيوا على أميرة فنانة وتريزتها كلها زين وفيانة، من اللي جان عندها ألف ومن الفرسان عندها ترسانة، يخدموا ليل مع نهار في زمان صعيب ما يعلم به كان العزيز الجبار. أيا برا يمشي نهار ويجي نهار، قررت هك الأميرة باش تعمل مهرجان وسماته قهوة رمضان، يفكر الرعية بريحة وجو زمان، وهذاك اللي صار وهذاك اللي كان. تشاورت مع السلطان واجتمعت بأعضاء الديوان وقروا باش ينظموا الأمور ويحضروا الميدان. آي يا سيدي تلموا وعلى الخير عملوا وتفاهموا على برنامج مزيان، كل واحد كلفوه بمهمة باش المهرجان في أبهى حلة يبان. برمجوا أربع لمات، كل لمة تركز على احتفال من الاحتفالات، وتنعوش كل قاعدة فرقة رانيا تحفونا برشا غنيات وتخرف لهم زادة برشا خرافات. فاللمة هذه جابت أقوى منشطين منوعات اللي خدموا قبل لمدة ساعات وطيلة سنوات، ومتعوا المشاهدين وعملوا برشا مجهودات رغم قلة الإمكانيات. منهم اللي حضروا في المجلس وحتى بالتليفونات. منورتنا اليوم في قهوة رمضان. هلون. عايش كي أنصاف، كيف حشربتكم الكل وفرحانة برشا اللي شفتها الوجوه النيرة هذه. يعني وكرمت المنشط المرحوم نجيب الخطاب اللي تخطف على بكري وعلى الساحة غاب. وفي اللمة هذه كانت المستادنات يا سادة يا مادة بجهابيلة السكتشوات والمسلسلات والمنوعات الهزلية متاع الزمان الجميل اللي فات، وذكرت المشاهدين برشا فازات سنين عليهم تعدات. وكرمت كالعادة ولا يقطعنا عادة من عادات قامة من أكبر القامات، السي حمادي الجزيري الله يرحمه ويرحم جميع الأموات. يا سيدي في اللمة هذية تلهيت بالدراما الإذاعية والتلفزية، حكيت على اللي خلاو بصمة عند المستمعين والمشاهدين المتوفين منهم والموجودين، واستدعت ثلة حلوة من الفنانين والفنانات ومعاهم حكيت. واللمة الحلوة هذه عملت فيها تعليلة المهرجان على الطريقة التونسية استنبالي وسلامي، واستدعت أقوى من قدم المنوعات والمسلسلات الدينية والتاريخية. حضر اللي حضر والباقي شفناهم على الانترنت، قالك بدعة في هزمان المبدع خلات المشاهد يتمتع وعن بعد أحلى وأرقى الأصوات يسمع. أيا ما نطولش عليكم، كانت سهرية اللي هي خفيفة وحلوة تمس الوجدان وتطرب الذات، فيها برشا روحانيات تتخللها غنايات من فرقة رانيا مرات ومرات بصوت سي جلمام اللي كيفو كذبة العين ومرات. وفرحة الجمهور والحضور أحلى لقطات رجعتهم الأيام الحلوة وبرشا ذكريات. وكرمت المرة هذه كروان لذاعة تونسية عادل يوسف، مسيرة وصوت قد ما نحكي من نجم نصف. وتوا ما نجم نقول كان ما شاء الله على هالمهرجان الدلول اللي رجعنا للزمان المزيان اللي كان، وخرافة الأميرة هابة واليوم وفات، والعام الجاي استناو منها صعبة كبيرة من المفاجآت والمهرجانات. Yeah. I'm gonna be a
رجال الله يا رجال الله صلى الدور النبي صلى الدور النبي محمد وعلي محمد وعلي عيسى روح الله إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل محمد رسول الله محمد رسول الله يا رجال الله الله والنبي إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل يا رجال الله يا رجال الله وصلت رسالة عام 80 وهو يقدم في مجلة التلفزة لطفي البحري من طالبة من طالبة قالت له شبيكم ما عندكمش أفكار وشنو هذا الركود في المشهد الإعلامي وقالت له راهي معناها المذيع يجب يكون مش تقديم فقط وفرصة تتاح له أن يقف أمام كاميرا يجب يكون عنده أفكار وتجديد كانت حدثته بنفس ثوري وكنا ياسر نطلع على الرسائل وكنا نتأثروا بالرسائل محليهم الحقيقة الشابة هذية اللي تأثر بكلامها لطفي البحري ثم فتح لها الأبواب لها إيجا واستضفتها في مجلة التلفزة وقدمت معي الحلقة كضيفة لكن أعطيتها الميكرو باش تقدم فقرات وشفنا فيها موهبة عندها موهبة خارقة نقولوا لها ألو 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 عسلمة صحة شريبتك أكيد الإعلامية القديرة هالة الركبي مساء الخير منورتنا اليوم في قهوة رمضان ألو عايشك يا مصطفى صحة شريبتكم الكل فرحانة برشا برشا اللي شفتها الوجوه النيرة هذه يا عايشة يعني توحشنيك يا هلولة توحشنيك برشا 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 المواطنين الكل والناس الكل توحشوك مكتشفك لطفي البحري اللي عملت له رسالة ما خليتلوش لا لا سامحني انصاف الرسالة اللي بعثتها ما تحدثتش على الإعلاميين وقت عملت مقارنة ما بين برامج ليلى رستم اللي كانت أشهر مذيعة عربية عملت برنامج بين الحقيقة والخيال وبعد عملت برنامج اسمه محاكمات أدبية أنا عملت مقارنة ما بين البرنامج الأول والثاني وقلت لطفي وقتها علاش في تونس ما عندناش برامج تهتم بالأدباء التوانسة كيما هذوما مانيش ناقصين أدباء بالفعل فوالا هذاك وبعد وجه لك الدعوة جيت وبهتوا فيا اللي ما عنديش تراك قدام الكاميرا وتكلمت بطلاقه وكاني محيتي كامله بالبلده وكل جاهزه جات مباشره لطفي معناها قال لي جاهزه انت جاهزه معناها بهتوا بهتوا الله وحد عليك مرحبا بك يا لطفي يعيشك وحشتك برشا وحشتك برشا يا هلا محبه كبيره شكرا يا انصاف اللي عطيت فرصه ساعه للمشاهدين باش يعاودوا يشوف ابناء الدار في الدار نفسها بالفعل خاطر راهو نجمو نشوفوا اعلاميين في مؤسسات اعلاميه اخرى محترمه ولكن تبقى هذيك الدار كيما نقولوا حدا دار بابا هذيك الكبيره فما حنين خاص نقل فؤادك ما شئت من الهواء تبقى ديما راهو كيف يدخلوا لك المؤسسه ربما احنا هنا ولطفي عندنا اكثر حنين للشرع الحريه اكثر معناها هو انا بدي عندي حنين للشرع الحريه اكثر من شرع جماعه الدول العربيه كيف ما تتعدى قدامها بركه قلبك يدق وتتفكر كل الذكريات الباهيه والمره ايضا ولطفي يعرف قديش تعبنا اكيد نفكر هالة ممكن أول مرة باش نقولها وممكن بعض الزملاء يعرفوا المعلومة هذه كنا نمشيو للبلاتوات تاع بعضنا
مش نمشي كضيوف، لا نمشي البلاتو نتاع هيلا باش نحضر في الكواليس. الكواليس يطل عليا ويطل عليا. تجي تطل عليا في البلاتو تتعدى، لازم تجي معناها الاولاد فما لاباس كذا، معناها تحس اللي فما هاللحمه هاللحمه الحقيقيه. هي لحمه وتنافسيه. احترام، احترام يا انصاف اهم حاجه، احترام كبير. انا ونجيب الخطاب كنا الناس يتصورونا اعداء، وبالحق احنا كنا نتنافسوا برشا انا وياه لفتره كبيره، ولكن فما احترام شديد. وقت اللي انا نجيب الخطاب نقعد 10 سنين ما نكلموش بعضنا، ولكن كي نعمل انترفيو وقتها نقول احسن منشط هو نجيب الخطاب. كل حاجه في بلاصتها. لا كان كل واحد فينا كل حاجة عارف بلاصتها. عارف قيمه الاخر. صح، احترام. لطفي ما يشبه لحد. نجيب ما يشبه لحد. تفردوا يعني. صحيح، رؤوف ما يشبه لحد. هلا ما تشبه لحد. حاتم كيف زاد معناها كل واحد، وليدة ليلي من بعد ومجموعه اخرى من الزملاء، معناها كان فما بالفعل. تميز. هو انت حاضر معنا مكتشفك، خلينا نقول لطفي البحري، وحاضر معنا زاد. انت كنت من الناس اللي في بلاتو برامج هيلا ركبي، شمس الاحد، وحتى البرامج اللي قبلها صباح الخير. صباح الخير وبعد مساء الخير. صباح الخير تونس. بعد مساء الخير وليت فوزير. احلى الاماسي. اي احلى الاماسي. عفاف الغربي هذيك بنتي. يعيش، يشرفني بنتي. وهي تتذكر قديش كنت كيما الام، كنت حاضنتها ونخاف عليها، وحتى من الزملاء اللي يقرب لها ماني كي امها، ماني نخاف عليها ونقول لها ليه اقعد غادي، ما تحكيش برشا، ما تفتلكش مع لعب، خاطر هي تبارك الله عليها خمسة وخميس عليها ملي صغيره مزيانه وحلاها والكل. وكنت معناتها نحبها تشد صينيه صحيحه، وما معناها ما نحبهاش تحيد على المسار. كانت معناتها بنتي، والحق فخوره برشا بعفاف وبغيرها من الشباب اللي بداوا، برشا شباب بداوا معانا والحمد لله. خلينا معناها برشا من منشطين اليوم معروفين وناجحين بداوا معانا، وراهو الموهبه نتاعهم موجوده من الاصل، يعني مانيش احنا لسنا عليهم ولا حد شيء، هما موهوبين وعندهم الارضيه، احنا عطيناهم الفرصه وكهو. هما اللي تولك شو وامنا بيهم. اللي تولك شو بداوا معاك هيلا. تفكر عفاف هو اللي بداوا اللي تولك شو كانوا معايا. هيلا ومعز الزرعي وسامي بن نور، وانا كانت عندي الكرونيك نتاعي، وانا مجموعه سامي بن نور تقريبا نفس ال يعني نفس العمل اللي كان يقوم به في البرنامج معاك، توا تجربه خذي منها هكا ولا هذاك تولك شو. انا كانت ديما تصوري مدرستي وش حاجه، كل برنامج لازم يدخل حيويه جديده من عام لعام، وانا نؤمن ديما بالشباب. يعني حتى كنت انا صغيره في العمر نامل اني ديما جينيراسيون اللي بعدك يلزم تعطيها فرصه، تعطي حيويه ودم جديد للبرامج. فزملائي كانوا يقولوا لي انت مهبوله، يا اخي كيفاش تجيب دي كونكورون ليك في البرنامج نتاعك؟ معناها تجيب شباب وتحطهم معاك على فرد طاوله، ما هو ياخذوا لك بلاصتك نهار اخر. نقول لهم انا اخليهم، ما نعرف اللي في يوم من الايام باش ياخذوا المشعل. عادي، وانه الشباب بلاصه حد ما ياخذها حد وما خذاها حد. الحمد لله، الحمد لله، كلهم نجحوا وكلهم مضيئين اليوم المجال الاعلامي، وكلهم احنا المجال الاعلامي يتسع للعديد. قدمت العديد من البرامج وتراها في الشارع في الروبورتاج اللي اسمك يلهج بذكره، يعني الكثير من المواطنين المتابعين لبرامجك في التلفزه. غبت وانا تمنيتك اليوم حاضره معنا في البلاتو، وقلت لي نتدخل معك بالتليفون انصاف. والله شوف، هو المجال الاعلامي هذا اختيار مني بعد 30 سنه من غير انقطاع معنا في المجال الاعلامي. اخترت اني نبتعد لانه المجال الان نحسه ماهوش مجالي، والفرصة نخليه للشباب باش هما بيدهم يقفوا على ساقيهم ويتطوروا وياخذوا الفضاءات. مانيش موافقك. الفضاءات الكبيرة. مانيش موافقك. وافقني لطفي. لا نحب ترجع، مانيش موافق. حتى أنا كيفك، حتى موافق، حتى حد مش موافق. لا فيها بيس كان ترجع لنا. وأنا أنا متأكدة اللي بعد البلاتو بتاع اليوم باش تجي برشا عروض، وهي جادك، نعرف اللي جات العروض. نتصل فيها قبل ورفع. لكن هي تحب تحي الناس الكل تنجم تخدم ترفض في العروض هيلا ركبي، واللي اقدم منهم الناس الكل عندها بلاصتها، كل واحد عنده بلاصته. والله شوف، الحمد لله، وهي فرصه من خلالك انصاف باش نشكر كل الزملاء الصحفيين
اللي ساعة حبوا يستضيفوني في كل القنوات وفي كل الإذاعات، راهو بصراحة بارك الله فيهم وشكرا اللي خموا فيا في كل مرة ويحبوا يستضيفوني. شكرا ليك هلا الركبي، نورتنا هذا المساء وبالفعل أنا فرحانة برشا أني تكلمنا وقدمنا على الأقل حتى بصوت، دخلت وطمنت الناس اللي تحبك أنك موجودة، وإن شاء الله إن شاء الله تعدل عن هذا القرار وترجع إلى التلفزة لأنه مكانتك دائما محفوظة. شكرا، احتراماتي لهذه التجربة الممتدة. شكرا، يعيشك، تصبح على خير، يعيشك. مواصلة لتكريم روح نجيب الخطاب الذي تمر 23 سنة على مغادرته لنا، في الورقة التالية مع زميلة إيمان السماوي نتعرف على مسيرة رجل الفذ فارس المنوعات الذي ترجل مبكرا. نجيب الخطاب وكان يا مكان. كان يا مكان
كان في جميل الزمان يحكيوا على ولايد صغير مولود عام 53 قبل الاستقلال بثلاث سنين، وبالتحديد في ولاية تطاوين. الولايد هذا كان يقول أنا لا عندي لا طول ولا قد ولا زين، لاني ألان دولان ولاني جيمس دين، أما عندي القبول ورضاية الوالدين. هو المنشط المرحوم نجيب الخطاب ساحر القلوب والألباب. مات بوه خليه صغير، رباته ميمته وقعد طول عمره يرى لها بالخير. كبر نجيب دخل يقرأ في الجامعة وخدم في الصحافة والإذاعة لسنين، حتى جاء كأس العالم تاع الأرجنتين عام 1978، وقت يعلق على الماتش ضد المصريين وتعرف بصيحته الشهيرة في الماتش ضد المكسيكيين وبصوته المبروك على التونسيات والتونسيين. غميز غميز زايا باهر الغريق بيلي بيلي. وتعرف بعد في الإذاعة، وكان النهار معاه يبدأ بيوم سعيد مليان بالألوان والأجواء وكل شيء مهم ممتع ومفيد. دخل التلفزة بدون استئذان ومن غير مواعيد، وكان ديما 5 على 5 يا حبيبي، منشط من النوع الفريد. وكان متربي برشا، يقول لو سمحتم وصحة شربتكم، وكان يقول علاش ليه السادة النظارة يخي بيبو باود ولا دروكير خير مني، أعطيني الإمكانيات وتو تشوفوا شو يخرج مني، نجيب لكم اللي يمثل واللي يشطح واللي يغني، ونرد لكم الجو في التلفزة يا عيني ويا لالني. ومعاه على الهواء تولي الدنيا تغني في كل سهرية على الفضائية، وكسبها كيكة برشا شعبية. تجابوه باش يعلق على الكورة صباح حل في المشهد السمعي البصري حابور. يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم على الشهادة، نجيب صانع نجوم، عرف برشا فنانين مشهورين اليوم كيما ميادة الحناوي وجورج وصوف وغيرهم البلدان العربية، وصابر الرباعي أمينة فاخت ونجاة عطية من تونس البيا، وعرف حتى برشا مؤسسات وسموه أيقونة وفارس المنوعات، خاطر كان أول من دخل المباشر والمسابقات والجوائز والمفاجآت على البلاتوات التونسية منها وحتى العربية، خاطر فهم اللي هذيك أحسن ثنية. وكان زاد مع زملائه ينصح ويشجع القدوم منهم والمبتدئين، ومتواضع مع الناس الكل عمل وتقنيين وفنيين. وكان زاد صاحب صاحبه يحل الباب الكل طارقه، ومؤمن اللي صديق رفيق وقت الضيق. أما نهار ومشو منهار جاتنا أنحس الأخبار، اللي فارسنا المغوار قلبه من كثر الخدمة والضغط نهار، وتوفى نجيب الخطاب نهار 25 أفريل 1998، وخلى الناس الكل بهتين وحايرين على خاطره في حياته تظلم، وقع تكريم واسمه على أكبر استوديو في التلفزة ترشم. وربي يرحمه ويسامح ظلامه ويوفق بنوته أحلام أحلامه وممه العين، وعمرنا ما ننساو جملته الشهيرة. سيدتي لسيدتي سيدتي، مساء الخير، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، ونرجو رضاء مشاهدينا الأعزاء. وخرفتنا ليلة وفاة، وإن شاء الله تقضيه معنا أحلى السهريات. عندنا غنية كافية اليوم. نعرف صوتي وتعب وكل لغة الفنانين. شنو تعب علاش؟ وين نخدم الخدمة ما فهمتش، قول لي تعب. يا مالا بندر لي شوي. بندر لها قالتك، هذه كلمة حلوة. بندر لها. لا لا في الصونس. يا ودي اجاك راه مهز معانا. والله رزين. مالا زلزلة. بس نغني لكم أغنية كافية بالطبيعة. إيه. من التراث كما تعرفوا أنه المخزون الكافي ما شاء الله. ثري وثري جدا. وي اكيد فن. وانت سفير الكيف اليوم في البلاتو. عايشك. وباش نغني غنيه ساعه تعز عليا، نحب نغني الخمسه اللي لحقوا بالجره. ام الكلمه انت راشي. يا الخمسه اللي لحقوا بالجره ملك الموت راجي. كفرت فيها. لحقوا مولا العركه المره المشهور الاغناجي. الخمسه اللي لحقوا بالجره ملك الموت راجي. ولحقوا مولا العركة المرة مشهور الدغباجي. يا وقص وقطع من بخنوقي المحزم خوي جوفة. من الصغرى قلبي محروق مليعني بك يوفة. وبرا يا راجل يا وبرا الكلب راهي تغور. والكلب راهي عرفات وهي تنبح والدور. الخمسة اللي لحقوا بالجرة بالكلب وتيراجي. ولحقوا مولا العركة المرة المشهور الدغباجي. يا تنزل معك كبنا. يعطيك الصحة، نشكرك. كوثر باردي. ايوه. أول عمل. أقول لك حاجة قبل ما صديقتنا كوثر فنانة كبيرة، عملت سكتش أنا وسي توفيق البحري سبعينات. هو التو مازال المنطقة نتاع التو مازال ضارب على الإدارة.
في على الاداره ارجع غدوه ويعمل الموظف ارجع غدوه ليه فكر قدمنا فيه حنا بان وقت عبد الرزاق قال هذا مازال عايش تو اي والسكتش هذايا معناتها من احلى ما يكون واحد باش يخرج الملف نتاعو مضمون على مضمون ويوصل حتى فالموظف يعطلو يحب يعطلو باي طريقه كانت فيقول له جبت زوج تصاور يقول له جبت لك عم نول زوج تصاور برا يعاود لي تصاور جبت اللي حتى يوصل حتى يقول له جيب لي شهاده حياتك تفضل حتى شهاده وفاتك تفضل في الاخر يقول له اي راسي برا جيب لي كاس ماء يخرج له كاس ماء من الكبوت ايه تلمو ترى مش يخسر الوقت تلمو هو كان شيخ على صحفه البلابي جاي شوي انصاف العنصر النسائي هذا المساء في قهوه عربي هكا ولا شوي عدل جندري وقت لا لدخولك للتلفزة أكيد فما نقلة وفما عباد كانت معك في الدرب أكيد. احنا زميلات الحقيقة في الفريق الإعداد لقاو لك هكا لقطة من ذكريات فصيل فهمت نحبوا نعديهولك ونعلقوا عليها من بعد تفضلوا شكرا ليك هدى بس عندي شكرا لإيمان وسلات تفضل We'll be right back.
يعطيك الصحة والله العظيم فكرتني بالمجد الرائعة اللي نحبوها سعاد محاسن، خفيفة الظل خفيفة الروح على الركح، صوت جميل ممثلة، ربي يشفيها ربي يشفيها رائعة. تعرف وين ضعيف انا في حالة هكا هوني كان سعاد تقول لي يلزم ديما باسبورك معاك، شكون يعرف يجي ريح دولة أخرى يا ودي نهار ريح شاد في بوتو يخرج من دار الثقافة شاد في بوتو هذيك أخرجها صديقنا المخرج القيم المنصف المكسر نحييه سي كيف في وقتها احنا ما زلنا في فرقه كيف وذيك مع كي تغني في الاغنيه مع نجيب الخطاب سعاد نحكي شويه على سعاد مساج بالمناسبه سعاد رو الى جانب انها ممثله معناتها شامله هي تعمل كوميديا وتعمل الدراما وتعمل ميلو دراما وتعمل وتغني معناتها شوف انت مثلا في حكي وحرين تعمل زوز ادوار مختلفين تعمل دور الرجل دور تزيري تزيري ودور المراه اللي هما الزوز محلاهم ونشحت فيهم الزوز معناتها وادوار بطوله معناتها رغم اللي هي معناتها دوبل رول هذا تتكلم في الكونتو ديرلوند بتاع ماكس فريش مثلا شوف حتى في التراجيديا والا مثلا في لي بون دو جون جوني هي معناتها والمرحومه خديجه السويسي وريني ديك محلاهم معناتها من اخراج وقتها عبد الرزاق الاخرى الله يرحمه كانت معناتها رائعه ثم انا سعاد تغني
داري كيف ما في القرجية تقلع ترجع تمشي. برافو، يعطيكم الصحة، صفق عليهم، يعطيك الصحة رانيا. رانيا انت مغرومة من قبل وتبعوا، شو اللي شدكم في المسلسلات في الجينيريكات؟ الحب ميكرو وراني. فما الموسيقى التصويرية متاع المسلسلات ولا متاع الجينيريكات اللي هي كل عام تبدأ أمو مولي تبدأ تستنى فيه، عندك الميكرو خاطر فيها ما تتفرج، فيها ما تسمع، والخطر هنا نعمل مسرح زيادة، دوك نحب نتفرج وش يصير في التلفزة في المسرح، فيكمل بعض وكل. يعطيكم الصحة على المجهود قدم للمجموعة اللي معاك باش نحييوها، خاطر عملتوا لنا جو ورجعتوا بينا ذكريات. الذكريات عنا رضا ذاكر، شيماء قدور على القانون، عزيز بالهيني الايقاع، وامير التويتي على الاورك. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. برشا ذكريات نتاع المسلسلات وبرشا لقطات قعدوا وبرشا افكار قعدوا، حبيت نحيي كل الوجوه التلفزيه اللي تعدات والاسماء اللي تعدات اللي غادرنا الله يرحمه واللي موجود نحييوه، وديما نحب نقول راهو الكثير من الناس تجيني طلبات يسالوا على سي عبد القادر مقداد نحييوه، وانا كلمته الحقيقه معناها وتحدثت انا وياه، وعدي ان شاء الله يكون هناك لقاء قريب نحييه ونقول له مرحبا. وأكيد خلينا نبدا بيك يا رفيعه، الذكريات نتاع اول اعمال التلفزيه، الاول اعمال الاذاعيه، لانكم انت بديت في الابيض والاسود هكا ولا، وكنتوا في الديريكت تخدموا هكا ولا نجيب مازال اي في الديريكت. اي الاعمال اللي كانت سابع وفي الديريكت كما قلت انت كانت أعمال رائعة، والكتاب اللي تكتب والمسلسلات راهو في جرة بعضه. شو نقول لك، بخلاف المسلسلات عندنا مسرحية، المسرحية اللي بالدارجة نهار الثلاثاء، المسرحية اللي بالعربية نهار الجمعة، اختبر ذكاك نهار السبت، كيف ترى النهاية، أنت والقانون، ديما عندنا الخدمه في الاذاعه، ديما في الاذاعه ديما، والتعب ما تحسوش. علاش؟ على خاطر كلنا لحمه واحده ومع بعضنا، وغرام كان هززنا اكثر من كل شيء، اي ميدان يحب الغرام، الغرام هو اللي يوصل مولاه. انت دخلت الاذاعه والوالد قعد ثلاثه شهور ما في بالوش، من بغذني ما كلمنيش. ما يكلمكش ثلاثة شهور نهار اللي اكتشف. ما كلمنيش. علاش؟ على خاطر عنده الإذاعة بالنسبة لي هو، كانت الحقيقة كلمة إذاعة، أنت بنتك في الإذاعة عيب كبير. توا ما شاء الله اللهم صلي على النبي، صح اليوم ما احنا تعبنا. أنا واحدة من الناس تعبت، أمي يرحمها في بالها، أخواتي في بالهم، أما هو لا، من بعد باش برشا ناس قنعوه يرحموه. عز الدين بريكا، خاطر انا من سكان رادس وهو من رادس، دخلك شناب شخصيا معناه شناب. الله يرحمه. شكون توا يقد شخصيه شناب؟ من المستحيل. شناب تعرف بها ذاك الطابع اللي هو، ربي يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. هو جاء واللي قنع بابا وتقنع وليت بشويه بشويه، هذيك كانت امنيتي الوحيده. اني ندخل الاذاعه مع ناس ممثلين كبار، كنت مغرومه نسمع راديو محمد الهادي ونجمه اقرا، نبدا نقلد فيهم كيفاش يعملوا. دلندا عبدو ربي ان شاء الله يشفيها، يشفيها ويفرج عليها والله، نبدا نقلد فيها، ما يقولوا لها امي فونا كانت مع بابا عزيز اللي هو عبد العزيز العروي الله يرحمه، كانوا كربوها بعد حين، نبدا نقلد فيها حتى وليو انا عيطوا لي امي فونا في رادس. غاد وبشويه بشويه باش دخلت غادي الاذاعه، ونحس في روحي وين انا، يوم المنادى كما نقول لك حتى شيء.
والله يوم المولد اكيد هو يوم المولد دوما انه يعني انسان دخل في مرحله جديده وكلنا نتذكروا اول نهار كاستينج واول نهار دخلنا فيه. انا نجيب الحكايه نوع اخر انت عندك الواحد نوعيته احكي لهم ولا نحكي لهم انا في بالهم لا نحبوا نحكي لهم. انا نجيب قال لك الخطيب كيف ما يقولوا ولاد توا خاتشيبي قال لك تفهمنا خذيتك وانت تخدم في الاذاعه ما تعداش الاذاعه ما يعرفك حد والصوت بركه أيه اما في التلفزه وانت بيدك الوالد قعد فتره انت يخدموك نجيبك هاو سيدي هي اللي في بالها وهي اللي نمشي نخدم وفي بالها نمشي ونجي اما هو ما في بالوش يرحموا بابا من بعد يسمع بتشيشه امي يرحمها تدريجيا قالت له راهي خدمه حلوه ويجي يسمعها صوتها محليه في الاذاعه والإذاعة تجري في دمنا حب لا ما فيش ما بعده حب الله غالب هذيك ولو كان يرجع بي الزمن أنا إلى الوراء ما نرجع وكون كان نخدم في الإذاعة وممثلة أنا الإذاعة هي اللي ترعرعت فيها هي لكن أنت نهار كيف جيت التلفزة ايه؟ عام 66 ايه؟ سي عبد الرزاق الحميمي يرحمه ايه؟ بدا يعني الله يرحمه وينعمه سي عبد الرزاق الله يرحمه وينعمه أكيد يديه بيضاء على 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 الرصيد هو اللي خلق الدراما ايه في الديبي ايه ثاني ولا ثالث عمل بدا بالمجموعه نتاعنا وتشيشه ومجموعه الفرقه البلديه مباشر وقتك مباشر اعطاني دور في مدرسه الارامل نتاع جون كوكتو دور بالعربيه انا والمرحوم عمر خلف في الديريكت برفنا عليه خدمنا في اخر في البرايف هي تمراه هزيله تبكي على قبر رجلها في المقبره هكا الحارس يجي يوسيها هكا متفاهمين انا وسي المخرج كونه هكا اللقطه هذيك يعني نتيق في التمثيليه حد لي انا في المقبره في الديريكت قال لي لازم نعملوها عملناها والله غالب سويقتي في التلفزه ما عادش نحطها على خاطر جاي عمل لك هي تغشش طب طب يا عبد المجيد وقال لي التلفزه ما عادش تخدم فيها يا سي عبد المجيد تحريبك مشيت وسي عبد الرزاق الحميمي يرحمه ما حبش يسلم كل عمل هاي جاي نجيب هاي جاي نجيب هاي كل مره نقول له والله غالب والله غالب نشوف جماعتي يخدموا بالالوان وكلهم يخدموا تبارك الله ما حبش اي سي عبد الرزاق الحميمي قال لي اجي هاو فما محكمه وبعد باش تخدم محاميه ما فيهاش اي ذل وانطلقنا محاميه محاميه في محكمه وبعد اي اما انا نعرف فما شكون قاعد لك في الصف الاولاني ولا الاخراني بالكل في البنك الاخراني ديما عندك جمهور في محكمه وبعد اكرم ولدي هو ابوها شوفوني كيفاش انا نأدي الدور بسلامه في لبنان وبعد نروحوا اسره مع بعض نروحوا اسره سعيده وتداولت الادوار والحمد لله خدمت برشا ادوار حلوه مانيش يعني معناها ما خدمتش بكثافه في التلفزيون انا اذاعه اما تبارك الله 40 سنه ما شاء الله يوميا الإذاعة كما قالت الأخت رفيعة يوميا عمل بالدارجة وبالعربية وأشكال وأنواع كان تثقيف المواطن يتم عبر الدراما الإذاعية والتلفزية خاصة هي ترجع بيك شريط الذكريات يلا نتابعوا مع بعض هذه اللي سوريتها هاي الفايده في النيه ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله قضيتها تتقضى شدي من غادي خف مكتوبها شدي من غادي وسكتي شاهين يا ساكن الجبال بسم الله ناديلك في ذيق الحال تحضر لي وتكشف لي الاسرار جاهين 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 تبعد عليها التابعة اللي تجري ورا الصبايا تخليهم معرقنين يا رب لو يبدو ظفايرهم محنين ها جاهين يا ساكن الابحار هي جاهين هي ساكن الابحار بسم الله بنتك متمسكة بها جنية عجمية بسم الله العظيم الرحمن الرحيم تقير في مصر وتجيها قبل العصر بسم الله العظيم بنتك مسحورة يا ناري على بناتي والسحر حاطينهولها بين لماش تعرفي حطي لك قانون قدام باب الدار هي. وبخري بالجاوي هي. وخليها تتعدى عليه سبع مرات هي. سبع مرات هي. هي تدخل وانت شدي المروحة واضربيها سبع مرات أيوة توا في لحظة يجيها مكتوبة إن شاء الله يا أخواتي ما تخافيش الفايدة في النية إن شاء الله هاني عارفة خذي التابل والكروية أي. حطيهم في الكانون أي. وقولي تابل ها تابل جيبها هابل يا تابل جيبوا هابل كروية كروية جيبيها على غير ثنية على غير ثنية إن شاء الله بقدرة ربي القضية مقضية إن شاء الله يا أخي
قولي يا سيدي بحورية. يا سيدي بحورية كون معايا وحدايا يا سيدي. جاهين يا نغار، جاتك بنية وضمير تكشف لها الأسرار وتبعد عليها التعرقين. قولي بعد عليها التعرقين. بعد على بنتي التعرقين يا ربي. الفايدة في النية، وجاهين في الثنية والقضية مقضية. إن شاء الله يا خيط. بيضي لي كفي يا أم البنية هاي. ان شاء الله الخضية مقضية، اما باش دقيزة، لكن يا ربي بعد علينا شر بذيلة. لكن الحقيقة اللخذة جميلة برشا وحلوة برشا. من اي عمل هذه؟ والله من ذكر نذكر منيرة بن عارفة معانا. انا منيرة. اما من ذكرش شنو العمل. اما كيفاش طلعت تبدع في دور الدقاسة؟ معنى تقول انت ناجعة صنعتي. لا 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 لا، انت مبدعة وفنانة في كل الادوار. نقل من جيل للجيل. نعيمة، التحقت انت بركب نتاع الدراما بعد ذلك، انك انت كذلك زاد بنت المسرح. نعرفك قالوا ياسر ديما تبجل النساء سعلي فانور هكا ولا التحقت ولقيت الواقع الدراما التونسيه والاجواء هذيا، استقبلوك بمحبه للتاريخ للتاريخ. انا نتفكر اول عمل خدمت فيه في التلفزه تقريبا عندي دور فيه نهار ولا نهارين، ذيك عمري ما ننسيها. يذور لي ايام في حياتي ولا حاجه كايه عاده، وانا لابسه باش نخدم مرض جميل الجودي. انا جيت نخدم عنده في الدار، انا برجي ديما كيكه ديما نجي حصير ديما دورك للمعينه المنزليه ولا عدا يا اخي انا لابسه روبه. قال سي جميل جودي الله يرحمه، قال لي انا ما تخدمش معايا بالروبه ذي، تبدل الروبه. وانا صغيره وقت نبكي نبكي نبكي. منى جات السيده منى قالت له جودي عجبتك كسبتك وانت كالبريول كسبتك خضرة، خلي الطفلة تخدم على روحها. والله عمري ما ننساها. الله يرحمه بها. والله الله يرحمه وينعم. بعد ولا ولينا من اعز الاصدقاء معناها مع السي جميل جودي. علي بنور، هل بقيت حبيس نفس الادوار ولا غيرت؟ عاد انت كان شفت الريبرتوار غيرت برشا. اي بالفعل. اي غيرت برشا يعني. بديت في معناها الاعمال من الاول، الاعمال الاولى بديت ادوار صغيره جدا. هو شرطي، هو معناها ابن مالك شرطي في دعب الاخ ودهبن. اول عمل عملناه طاهر في الحمامه والصقيع، في ظفاير ريناك، في سبيل وعقبات، قمر سيدي محروس، عوده المنيار، دروب المواجهه، الريحانه عند عزيز، شوف لي حل، سبيل وعقبات. اي برشا عملت تقريبا يجي 24 مسلسل حاجه كما هكا، شاركت في 24 عمل تقريبا فهمتني، مع ادوار مختلفه. يقولوا لي غير الدور الرئيسي في المجلس التاسيسي. الدراما التلفزيه بين الامس واليوم مثلا لمنى، انت اشتغلت على مختلف الفترات من المباشر الى التقنيات الاخيره، وانا الحقيقه توا سنتين ما رينكش في الاعمال الدراميه، نفتقدوك بصراحه. قاعد عامني ولا عملت؟ عامني ولا لا عامني ولا لا عامني والوسنان. اما السنين ان شاء الله بتشوفوني في عمل تاريخي كبير عربي ان شاء الله. مختلف تماما على بقيه ادواري ان شاء الله. مش في رمضان، بعد رمضان. مفاجأة هذه، مفاجأة كبيرة هذه. مش عندنا في تونس؟ عندنا في تونس باش يتعدى أكيد. إيه؟ أما في بلدان زاد عربية. باهي، ميساج تعمل في صمت منى نور الدين. تطور الدراما. والله أنا نحس اللي قاعدة تتطور. أما كل وقت ووقته عزيزتي. معناها من جميع النواحي، سواء كان من ناحيه المخرجين، من ناحيه الممثلين، من ناحيه شكون اعاد اكتشاف منى نور الدين مثلا تحسه في المخرجين؟ سي الحبيب في منى نتاع روسية، حاجات غير. سي صلاح الدين السيد برشا ادوار خدمتهم معاه، لكن في كل دور يكتشف ناحيه جديده، في خاطر المخرج ديما يلوج يبحث في الديريكسيون تاعو يلقى لك حاجات اللي انت ما ظهرتهمش. أكثر موقف ضحكك في هذا المسار؟
واكثر موقف احزنك او كان يوم صعيب تغزر بعض كان ماكش تقول انت راهو نايمه باش تقول فبليت شدنا الضحك مع سي صلاح الدين السيد الله يرحمه وينعمه في الكوكو فما جينا نهار اللي عبد الحميد قياس يلقى الكردونه فيها عظام الموتى ويجي على ساق واحده في الكلوار تقول له السيده منيك كيفاش تمشي كيفاش تعمل ويشدنا يتبرم هكاك يتبرم هكاك الروسو يجي يجري من اول الكلوار لاخر الكلوار واحنا نضحكوا نضحكوا في الاخر لما سي صلاح قال لنا يا شنو باش نبدا الخطاب على الباب هذا مع الشيخ تحيفه وقتها برشا تصير اقرب الاعمال الدراميه الى قلبك الى روحك لا 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 عندك والله الكل هم شوف لي حل اللي قاعد يتعاود للمره المئة من بتاع رصيخ طبعا الباب حسابات وعقبات اسمه كل دور قمر سيدي محروس كل دور تحط فيه من روحك كل دور تحط فيه من احساسك ما تنجمش تستغنى على حاجه منك ما تنجمش ما فماش حاجه اقرب لك من الاخرى يمكن كل حاجه تجي كل دور يجيك جديد تقول هذا باش نبدع فيه اكثر اي باقي عندك امل باش تعمل ما خير اما الاحساس ديما في الاخر تلقى روحك ديما تبدع وديما تلوج ديما تبحث رانيا ابو نواس باش تعمل لنا جوله ما بين جينيريكات المسلسلات رانيا جاهزه تفضلوا بين الثنايا
بنحيي حاضر معانا عبر تقنيه الزوم كول الحقيقه، وكان باش يكون حاضر معانا للاسف الظروف ما واتتش، فنان القدير لطفي بوشناق. صحه شريبتك اختي يصاف، تحيه ليك وصحه شريبتكم وصحه لضيوفك سيدي محمد ومنصف خويا وكل الضيوف نتاعك وكل الساده المشاهدين اينما كانوا. اهلا بيك سي لطفي، نورتنا. والحقيقة نعرف اللي أنت عندما نتحدث عن الابتهالات من أجمل الابتهالات وذكر خاصة أسماء الله الحسنى كان بإمضاء فنان القدير لطفي بوشناق. أي نعم، سؤالك شنو؟ السؤال هو أنه سمعت وأنا تحدثت معك سابق قلت لي أني نحضر في ابتهالات جديدة وخاصة نحضر كذلك في 30 أذان بأصوات وبمقامات مختلفة والمشروع ما تبعناش ما شفناش شنو هو هو تبع المشروع الأولاني عملناه مع الأولاد الصغار، عملنا ابتهالات، عملنا 30 ابتهال مع الأولاد الصغار. حاجة ما نحبش نشكر تكون شكر العروسة. حضرت 30 ابتهال على النغمات كلها، وراء كل ابتهال نعمل الاذان في نفس النغمه نفس الدرجه. 30 ابتهال وربي وفقني انجزتهم، لكن الله غالب الظروف نتاع القنوات مانيش عارف الظروف الماديه ومانيش عارف اما عرضتهم عرفتهم على اكثر من قناه. طبعا ما نجمش نلوم خاطر الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها بلادنا يمر بها العالم يعني صعيبه شويه. ان شاء الله عام الجاي تسمعوهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربي يسهل سي لطفي بوشناق. الحقيقه باش ندلوا عليك وما نجموش يكون معنا لطفي بوشناق وما نطلبوش منه ان ينشدنا بعضا ما يعني من ابتهالاته من اسماء الله الحسنى من اجتهاداته. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشجاعات الهائمين القوام. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم نغما لدى هذا الكلام الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم. طوعا لأحكام القضاء خطى على الثرى خطوى اليتيم المعدم. متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم. حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مبرم. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة دثريني دثريني دثريني. إني أكاد على ذهول أقدمي فتضمه وهي السبات مكرما وتقول لا 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 تجزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا لا يخاف. فهذه بشرى ابن نوفل يا نبي ترنمي. صلى عليه الله
نورا هادئا متغبدا في غاره لم يسأم حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم. اقرأ نبي الله، اقرأ نبي الله وابتهل، وبذكر ربك يا 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 نبي ترنم. اقرأ وربك ملهم سبحانه سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. جزيل الشكر. يحيشك سي لطفي. اكيد اجواء رمضان زمان، رمضان اليوم ثاني عيد ونحن في هذا الحظر الصحي، ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. امين يا ربي، ربي بعد بالله علينا وعلى الانسانيه قاتبه، ورب ان شاء الله يوحد صفوفنا، ورب ان شاء الله يوفق ولاة امورنا لما فيه خير ومستقبل هذا البلد العزيز الغالي تونس. تونس في امس الحاجه للتضامن وللتاخي يعني الوقوف معناتها وقفه صارمه وجديه معناتها لانقاذ ما يجب انقاذه قبل فوات الاوان. ان شاء الله ربي ان شاء الله يا مالك. ان شاء الله جزيل الشكر ليك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله عيدك مبارك سعيد، ربي يحفظكم. تحية سيدي محمد وسيدي المنصف وكل الضيوف نتاعك. يعايشك سيدي لطفي. صحة شريف يا اخي، نسيتني ولا استثنيتني سيدي؟ لا لا كيف انا سيدي لطفي؟ سي محمد العزيز بن زكور. عشرة عشرة نتاع سنة لو طلع. لا نعرفه كذا. ربي يعزك. لا حبيبي. والله انتبهت يا محمد ورد على العزيز. تعرف انت عند اخويا وعزاز راسي. يعايش. سي لطفي، سي لطفي ربي يحفظك يحفظ عائلتك، والف مبروك العبد الحميد بوشناق اكيد من خلال سلسله كان من ايام ما كانش اكيد اللي عرضت على الوطنيه الاولى واللي حظت العديد من الجوائز الحقيقه في سهره الدراما التلفزيه البارح. دبت ناجحا، دبت متالقا انت وذريتك، ربي يبارك لكم. العزيز يا عزيز يا مالك. يا عايش يا عايش، جزيل الشكر، تصبح على الف خير سي لطفي، شكرا على المداخله. يا عايشك يا عايشك، شكرا لك شكرا لك. عايش محمد العزيز بن زكور، تحدثنا في لقاء تحضيري وقلنا هذه النغمات من حيث هذه الاجواء الصوفيه اللي يميل لها التونسي واللي تختلف من تونسي لاخر. علاش نحن نختلف يعني في ميولاتنا في اختيارات الموسيقيه الاكيد الصوفيه؟ واضح. قبل النقطه هذه كما اشاروا جماعه على ايش فكرهم رمضان بكري تو نربط مع السماع. انت مش بكري برشا، لما حال شعرك غزاه البياض ما مش بكري برشا. ولكن شيبتني الوقائع قال الشاعر. انا رمضان يفكرني في كلمه يقول فاحت ريحه رمضان. ريحة رمضان شنية؟ الكثير يعتقد أنها ريحة مادية، مش ريحة المخارق والزلابية والمقروض والزيت المقلي، هذيك ريحة متاع حاجة مادية. ريحة رمضان هي أسرار يحس بها الإنسان، هي شيء روحاني. عبق عبق. الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه لما تبع الفلاسفة وتبع العقل وهام على هام معنا في الأرض يلوج على الحقيقة المطلقة، المولى عز وجل قذف في صدره نورا، بعث له النور في قلبه، لانه يعني القلب هو مصدر المعرفه. القلب مصدر المعرفه، لما سالوه قالوا له قالوا لهم؟ قالوا بيت الشهير موجود في كتابه المنقذ من الضلال، قال وكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر. هي اسرار، الانسان يشم اشياء روحيه راه يحس بها، كان ان شاء الله ربي يجعلنا منهم الناس العارفين. علاش ابو منصور الحلاج تعرف تعدل السماع من بعد في احدى قصائده الشهيره لما يتحدث عن العارفين اللي عرفوا ربي اللي وصلوا الى الحق، المعرفه الصوفيه، المعرفه الغيبيه الملكوتيه، ترقاهم من عالم الملك الى عالم الملكوت، يقول قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش فتسبح في بحور العالمين، رجال اخلصوا في السر حتى
أخلصوا في السر حتى دنوا منه وصالوا وصيلنا. منه شكون؟ أي من الله، من المولى عز وجل. لما يرى القلب اللي هو المرآة، إذا كانت تبدأ المرآة مصقولة ونظيفة معناها تتجلى من خلالها الحقائق الغيبية وكالأنوار الإلهية اللي هي هبة من لدن ربنا رؤوف رحيم. عزوز معنا كالبوت هذاك محمد امين الجميلي زاد هذاك مشارك معنا، فهمتي؟ نحييه بكل اكرام عزوز. تحيه لي اكرام عزوز. في بالي بيمشي يتكلم كرام عزوز بعدي انا. اكرام عزوز بدا في المسرح، تعرف اللي هو بدا في المسرح المدرسي ومع سي حمادي المزي. نحييه سي حمادي المزي. انا نعرف. وكان زميل شوقي المهجري والتحق بفرقه مدينه تونس عام 85 ثم الفرقه البلديه. وعم فرج قداش مني اكيد انت وقتها سنك صغير وتحديت الدورة عم فرج، هو ديما شباب على الدوام الله واحد نمسك الخشب قلب هذيك خام هو لمين يعرف صبر صبر ريت البيجي ماتريكس يطفو على السطح فيه. هو كيما قلت انت نركزوا مع بعضنا يشوشوا هذوما الممثلين المسرحيين شيخ بيه يحبوا لي كومبوزيسيون فرحانة بيكم الممثلين المسرحيين يحبوا لي كومبوزيسيون لأنه تبرز طاقات متعلمينها من المسرح من تركيب الشخصيات من اني عمري وقتها 30 سنه ونلعب دور راجل شايب بالشكل هذاك صح وبالشكل هذا بعد في العمر هذا ما عادش نجموه هاك كبر ما صغير شباب على الدواء سكتوا ما باش نسكتوا سكتوا باش يكملوا الورقه باش يكملوا الحكي والورقه شخصيه من نوع هذاك كيما عمل لعب سلام البش في دور المراه كموشة دلندا عبده بديت صغيره انا الاج دو 20 ربي يفرج عليها معناها ربي يفرج عليها ويفضل اي وجريده وعصفور انا جيت سلسله كوميديه في تاسيس قناه 21 وفيها تركيب شخصيه من نوع هذا كنت سعيدا والعباد ما عرفتش الشخص لانه يعني وقتها مانيش معروف نجي بالخطاب الله يرحمه كي استدعاني في القصه هذا شو نسالك انا احكي لي استدعانا نجيب خطاب علاش منرفز هنا لا في التصوير ياخذ في خاطر لا استدعانا نجيب خطاب هذا هو ياخذ في خاطر استدعاني نجيب الخطاب الله يرحمه استاذي جلال الدين السعدي عاد العباد قالوا هذا اللي عمل عم فرج امبوسيبل من بعد صغير خاطر المده هي العباد ربطت الشخصيه في شورت وكانت معناها انطلاقه مع قناه 21 في شورت جا في شورت راهو صغير ليه هو توا شورت وصنديله وكلاست بيض يا حنوت صغير على خاطر السيت كوم اعمال تلفزيونيه صغير بس كرام اللي ما شافش كرام في 7.5 ما شافش كرام في المسرح يا محبوبه في المسرح اكيد اعمال المسرحيه في يظهر لي وقيد حلو اكرام على شط بحر الهواء معناها الاعمال المسرحيه اللي يقدم فيها ادوار سمباتيك حتى في مسرح العائله قدمت دور امراه انت موت على الادوار شكون يا شريفه يا شريف شكون اول ممثل تونسي عمل عبسم البش عبسم البش لا 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 منجي بن عيش منجي بن عيش لو جران لو جران منجي منجي بن عيش وصل لجنه خدم دور امراه ارمله زعما اللجنه قالوا له نحبوا نشكروها قال لهم روحت لدارها وهو اللي كان لو جرون كان يعمل معناها اللجنه بيدها اقلعت اللي هو امراه شكون اللي قام بالدور عرفت خير امراه بالحق المويله فيها الرول اكسترا اوردينيري شوف لي حل ان شاء الله نلقاو الحل احنا تو تحن لهذه الايام اوي اي فترة حلوة برشا عندنا الله يرحم سي سلاح الدين الصيد الحقيقة انسان وشخصية فذة وكله ونحييه مدام بخت الصيد سليم محفوظ سليم محفوظ يعني ديجا الله يرحمه ديجا سويسي فترة عديناها مع بعضنا حلوة برشا هواني باش نعطيك اللي جيم تعملو ومن هنا 15 يوم ما ترجع لي كانك الصيد كل يوم تعمل كاس ترنجيه وتعمل بانو وتزيد تحط فيه شويه ملح وتفكرني يرحم والديك واللي عمل لي نكلم فيه غير برك نفرت
يا حليلي بو يحيى نكر فيه الطبيب نكر فيه يا اخي شو الدواء كتبته لي عساد لك كاس رنجية نكر فيه كاس رنجية نجم نشرب ونجم نشرب من غير تعب هام البانو تسمع نكر فيه ما شربته قلب روحي طلعت نحب نعرف شفكتك البريكة اللي باش تقتلني كل نهار عني فيها كل أكل منها تفشلني حتى ما كلت نخليها محشية بعضي مسوري مقلية في زيت الحامي كيف نشق عليها فطوري تلعم الدنيا قدامي هالبريكة فيها محوني كل يوم العني فيها كبار الصغار أنا في ذكورة لمخاخ سكنك فيها الكورة هذا يمجد هذا يفيز هذا يقطع هذا يريش والآخر أفكاره مقهورة ياسر عليها دي اسرع لي كيرا ده يسر علش هكا منها مقهور الكرة راهي ديما تدور ده يسر رابح يصيح كيف الثور خاسر تغطس في مطمورة هذا يجبد وهذا يعوج والاخر شط على البنت ويلوج والاخر واخذها بالغورة كيف ما تعرف شباب شو هالعروض الناس مليح ما ياويه طليلو اللي تحكك عليه يولي يا سيدي عروض الحال اما في الحقيقه قريب وطيب وحنين واللي فوقه موش لي تصوروا يا جماعه بو عطاك 5 ملايين باش يشري بيهم قطيع طب كيف تحصل يا اخي صرفهم علينا احنا اما يحرز علاش وين التو بزال ما راه من عندي حتى من لي هو قال لك الهدف نتاعه يحب يلبس سويقاته وعشقه وغرامه جاوا في حاجتين في الفلاحه وكيما يقول هو في بحيرته سونيا وكيما يقول المثل الشعبي ويقول الزميل الهادي البالغ القلب الطيب عمره ما يخيب القلب الطيب عمره ما يخيب عمره ما يخيب أستاذي رأيك في صوتي الجميل ده جميل قوي ده زي الحمار يعني شكرا أستاذي أنا والأستاذ جلول التو حيرين كيفاش باش نردوا له الجميل بتاعو لازموش تعاونونا رجعوا له فلوسه يا ولدي ما يرضاش زيدوا عليهم ما يقبلش اكتبوا له شركه باسمه يا ولدي قلبه طيب وحنين ومش هذه مشكلته عرسونه بصني يا مال زعما يقبل شنو هو يقبل يبيع جروده على خاطرها خاطر نحب نتذكروا انه القلابس الناس كل حضرت لها روحها وكتب الكثير على القلابس وصار حديث كبير ومن بعد لم تبث القلابس ومن بعد حتى كي معناها بعد الامر والبريق وكل شيء خلينا نرجع بيك العشرين سنه التالي اجواء القلابس وتحضيرات القلابس وتحيه لروح اسكندر خليل الله يرحمه نعم خليل ونحب نحيي كذلك خو اسكندر خليل اللي ساهم معاه برشا يعني للأمانة خدمة كبيرة مع سي الحبيب خليل كان معنا في الخدمة هذه مع اسكندر والقلابس كانوا يتصنعوا في باريس مع جماعة كانال بلوس معناها الشخصيات اللي طلبوا منه يفهم القلبوسة متاع بيبي ديا وكل كل كل هو كان محمد بغنيم الله يرحمه والفنانين التوانسة والعرب وحتى مايكل جاكسون كان موجود والفنانات يعني الممثلات او المطربات
كانت تقلدهم سونيا البجاوي. نحيوها سونيا اللي نوجه لها تحية. ما نعرفش هي ماجي هذولي خارج تونس. لا لا موجودة في تونس واتصلنا بها وما أسعفهاش الحظر معناها الوقت أنا بشكون معانا. سونيا فنانة كبيرة في التقليد. أي نعم رائعة. ما اخذتش حظها. ما اخذتش حظها تغني راي معناها تغني تغني صحيح وتغني صحيح وتقلد المطربات الكل بما فيهم أختها مونيا البجاوي. مونيا زاد نحيو مونيا البجاوي ونحيو حسنة البجاوي. واختها حسنة كلهم معناها فنانات وتغني بصفة كبيرة وتقلد بالقدا بالقدا وهو بشهادة صديقي لطفي بندق. صحيح. محمد بوغني محمد بوغنيم اكيد اللي احنا ولاد الترز واحنا دخلنا صغار واذا كان فما تسمع صخب وصياح وعياط وزياط راهو يسجل في الهواء ولا حد منهم جبد بربش محمد بوغنيم صيح من البيفيت ترقاه للطوابق الاربعه الفوق. الله يرحمه وينعمه. يا حسره وما ننساوش زاد الناس اللي كتبت في القلابس مش صنع برك. قلمات كتبت. وي قول لي شكون هم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. طاهر فازع. طاهر فازع. محمد قلبي. عادل مبيع. وزاد اسمه نجيب الخويلدي. اي زميلنا نجيب الخويلدي. اي تحيه والله من فتره نسيت. هم تقريبا اربعه ولا خمسه. اي منهم بن حميده ولطفي بكبك بتاع لابريس. لطفي. اي اللي بكبك. لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي. أنا الكتيبة كانت عندها مليها زيادة. صحيح. توا نرجعوا للكتيبة. كعور وعطي اللعور ملس. ديما مشكلتنا في الكتيبة نحن. كتيبة الحرف قبل الكلمة. إيه. الحرف. إحنا توا كلمة المبعثرة بلاش حروف. بالفعل. عملنا بعض الكلام جاية راهو إحنا مع بعض القلابس عملنا الكلام جاية زاد وتوقف بعد. أيوه. معناها الكلام جاية هي اللي توقفت. كلام جاي انتم ما توقفتش انتم لا احنا قلابس ما توقفتش لا ما توقفتش كلام جاي توقفت وقت عملنا الفاتق والناطق قالوا كيفاش الفاتق هو الرئيس برالي يرحمه والناطق الناطق الرسمي باسم الرئاسة وقت عبد الله عبد الله فهمت للي وساحلي وكذا فهمتوا للي وتحية اللي يسمعوا فينا التوانسة كلنا احنا فهمت نحيوهم حتى فهمت حتى السواحلية وتوقفت وقتها يا ولدي عسل الدنيا السواحلية كلمة اني تبدا خارجة منهم كل عسل تحية للساحل التونسي كل لو هاني في انتظارك ربي كل كي عليكم عليهم نحييهم ونحيي تونس كل تونس كامل من الاقصى الشمال الاقصى الجنوب شنو اللي تقلدنا تتذكرنا حاجه هكا من القلابس لا بون انا بوغنيم ديما اي سيب محمد بوغنيم الله يرحمه علاش يا ودي خليك هيك ايوه ها باه ها باه يس هاي سيدي نبدا وجيه بلغي صيادي قول سي بوغنيم توجيهات المقبولي نياو هاو هاو نياو الله يرحمه بالغيث السيد الله يرحمه ويدعم كان انا معناها القلابس كي نتفرج فيها والله ساسا نقول زعما انا عملت الشيء هذا التلمون حسها سبونتاني وحلوه مواتيه بعضها سيدي في الويد وانسيابيه وكل صحيح وتفرجوا فيها الصغار والكبار انا اتفكر مره بوغنيم مهم تفرجوا فيها الصغار والكبار مهم جدا بوغنيم يقل بوغنيم عنده البرنامج ونجيب يرحمه نجيب خطاب جاي قعدوا في الريجي بصوت ايه نجيب اي وعد بوغنيم قال وماذا بينا وانه اليوم ايوه بارك الله فيك وبالنسبه للترجي الرياضي والفريق الثاني وهو شبت قروان قالوا نجيب قعد في الريجي يرحمه ينام وقالوا يا سي محمد القراوي حبوك اما راهو بن زرتين هما ثانيين بن زرتين ايش به سبحان من يسع ولا ينسى غلط وبالنسبة للترجي الرياضي وهو اللحم العنصري منذ البواب يا سي محمد قالوا مش عناش في الترجي لاعبين عنصري يقولوا اللاعب المحوري هي انا غلط هي ما تقوليش بك عبدني خلو انت سبعة سوايع خلو تعدي فيهم نعمل كان عبد بس عبد الصمد حل تلفزه وتسكر على نص ساعه نخدمها بلاش لو سمحت الله يرحمه وينعمه الله يرحمهم الكل الله يرحمهم الكل اللي بالحق ذكرتني هكا رن في وذني صوت نجيب الله يرحمه أحمد جنميم والمجموعة تفضل شكرا لك عملت عايشك الله عايشك تفضل بذاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد حبيبي سنين خلال بذاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد حبيبي سنين خلال
محمد الجاشمي الذي به لا يخيب لديك السؤال. وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عدت فيه له من خصال. تكرم علينا ببرء السقام وليل الذي نرتجي في المآل. وكن حصننا من جميع الهموم فيا خير شاف ويا خير وال. وكن حصننا من جميع الهموم فيا خير شاف ويا خير وال. وفرج كروبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال. ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال. إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خاب عبد إليك التجا فما خاب عبد إليك التجا. وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين. فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللهم اللطف بنا يا رب. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسجل اللطف. نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف اللطف دائما اللطف. تداركنا باللطف الخافي ذا العطاء فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغذنا أغذنا يا لطيفا بخلقه إذا صلاة الله ما قال صادق. ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحمد. ويا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المسلمين من الشر. ويا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المسلمين من الشر. ربي أجب دعاء أنا واسمعني دعاء أنا ولا تخيب رجاء أنا ربي أجب دعاء أنا واسمع نداء أنا ولا تخيب رجاء أنا وعجل شفاء أنا وعجل شفاء أنا وعجل شفاء أنا وعجل شفاء أنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جزيل الشكر للمجموعة كاملة أحمد جلمام نورتونا هذا المساء. جزيل الشكر عامل هذه الدنيا. جزيل الشكر فنانتنا القديرة عزيزة بوليبيان أنو العياشي نورتونا. إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ربي يحفظكم ويحميكم والله لا يوريكم دوني في هذه الأيام. رانيا بونواس والمجموعة نتلقاو على خير في مواعيد تلفزية قادمة. العرش أنت مجيني وأنت الإله غفوتي وظهيري ورفع عيوني وهي بصيرة تشد لقلبي تنار.
كل